خلينا نتحدث عن موضوع الجنس الآن. هذا أنا أعتبره أكبر مآسي وأكبر أنواع المآسي وأكثرها خطر اللي سببها رجل الدين للناس. هؤلاء حولوا مسألة الجنس ومسألة طبيعية، حاجة مثل الأكل والشرب عند كل إنسان، هاي حولوها إلى مسألة سرية يجب التكتم عليها وكأنها عار ما بعده عار. والغاية واضحة جدا لكل من، يعني كل ما واحد يفكر بها يفهم الفكرة. بس تتأمل بالموضوع شوية تفهم الفكرة. الفكرة شنو هي؟ الفكرة هي تدمير كل نزعة فردية داخل الإنسان، لأن جسد الإنسان ومشاعره وعواطفه وحاجاته بالنسبة لرجال الدين ليس ذات شأن، هاي كلها بالنسبة لهم من أعمال الشيطان، أي أعمال التي تضرهم وتضرب مصالحهم. لأنه إذا أنت تتبع هواك وتتبع رأيك وتتبع نزعتك الخاصة، ماذا يتبقى لهم؟ بالتالي أنت الشيطان بداخلك، أخو الشيطان، هو وظيفتهم أن يطلعون هذا الشيطان ويضعون شيطانهم الخاص، وعليك أن تتبع هذا الشيطان. هم يسمونه إله، يسمونه أي شيء، المهم هم ينزعون أجمل ما أعظم ما بداخل الإنسان، ويزرعون مكانه نبتة شريرة هي اللي خلقت لنا مجاميع من الحشود من الناس والدواعش والمتعصبين والقتلة والمتعطشين للدماء ولغبن حقوق الناس والسيطرة عليهم. وهذا يطلع لك أنت ضد الدين الصحيح وهكذا، هذا هو شخص مسلوب الإرادة، مسلوب الشخصية. أخذوا منه زبدة الإنسان وعظمته وأجمل ما فيه، سرقوها منه ووضعوا نبتة شريرة بداخلها وتستمر بالتمدد، ويعني ميزتها أنه تستطيع التكاثر. وهذا نفسه هم دائما يحذروا، يقول لا تسمع الآخرين، لا تسمع، أنت تسمع كلامي فقط، وكل ما تسمع من الآخرين هذا غزات الشيطان عليك. أنا لا تخرج من حظيرة الدين، أنا راعي الرعية وأنا ولي أمرك وأنا أعرف مصلحتك، وعليك أن تتبع أوامر راعي الرعية، أي أنه هو راعي عند مجموعة من الخراف، هو راعي من الرعاة يعني، والرعاية أيضا من المراعاة، والرعية كلها كلمات حيوانية أصلها العلاقة بالرعي والحيوانات وتسجيل الحيوانات. كل عندما نفكر بهذه الطريقة لا يعقل أنه يراعي حاجات قطيعة، فتراعي حاجاته النفسية وتوفر له كل شيء. أنت تريد ما عنده اللحم وتريد تستثمره وتريد تأخذه تعتبر رصيد إلك، فأنت ما تحتاج ذاته، أنت تحتاج جسده، تحتاج من عنده أن يتحول إلى آلة تخدمك وتراعي مصالحك. أما أن يتحول إلى ندعي لك ويناقشك ويتحاور معك بالأفكار، هذا كلام يقول لك رجل الدين، يعني شنو الداعي اللي بعد يعني؟ فينتفي تنتفي الحاجة لرجل الدين، هذا بالنسبة له ترف ومصدر فتن حاربها الله ورسوله بحسب تعبيرهم. ناخذ فاصل. طبعا النساء أكثر من تعرض لهذا الظلم الذي يمارسه رجال الدين، اعتبروا النساء مصدر الفتنة والغرائز المحرمة، كأن الدين هو مصدر النعمة والغرائز المحللة وهو مصدر الأمن والأمان. ما أعرف يعني، هم مصدر الحروب والمشاكل وغبن حقوق الناس، أصبحوا هم مصدر النعمة والآخرين هم مصدر الشر. بالنسبة لهم الزواج ضروري فقط لكي يحولون النساء إلى مصدر لإنجاب الرجال، وكل ما كثر عدد الرجال هذا معناته زيادة في عدد الأغنام أو الرعية، وزيادة في أموالهم وسلطاتهم وهيمنتهم على الناس وقدرتهم على التوسع والتمدد في مناطق أخرى، وعندهم قوة وجيش وناس يستطيعون تحريكهم وفقا لما يشاءون. أيضا يستطيعون ابتزاز رجال الحكم والسياسة باسم أتباعهم. الآن رجل الدين أدى مثل القمع، شو يسمونه هذا أدى مليون متابع، هذا بالنسبة رصيد أدى، يعني ماكو رجل سياسي يتورط وياه، يعني سياسي حتى لو كان رئيس وزراء فقال لك أنا كيف أتعامل مع هذا، أدى مليون متابع. وهكذا عبد الله رجدي مثلا أدى ملايين متابعين، بحكاية من عنده طلع لك مظاهرة فت بها 10,000 شخص، يعني هاي سلطة يبتز بها الآخرين. هكذا رجل الدين يصعد صيته ويصبح له شأن لا يستحقه بالطبع، لأنه أداته هي نشر الجهل والهيمنة على الناس واستغلالهم. فرض الحجاب على النساء هو تجسيد لهذا الظلم الكبير الذي
فرض على النساء. طبعا الحجاب ايضا موجود بطريقه او باخرى عند المسيحيين، لانه يقول لك حجاب او الرجل راس المراه كما يقول بولس الرسول، وعندما تدخل حاصره الى الكنيسه. وهاي الفتره الحديث الاكثر يعني النساء الاوروبيات والغربيات المسيحيات في الغرب تعرضن الى ظلم، لا ما بعده ظلم يعني اكثر من النساء المسلمات طبعا. لكن احنا نشوف الظاهره الجديده ونعتبر المسيحيات الموضوع لا مختلف تماما. ايضا عدم مساواه المراه بالرجل حتى بالمناصب والمواريث، وصل الامر الى سلب حق المراه بالكشف حتى عن اسمها. تخيلوا وصل بينا هذا الحال، انه امراه اسمها ما اصبح عار، ما معقول يعني، هل يعقل هذا الشيء؟ واحد هاي اسم حتى يعني كانما الغاء للكيان باكمله، الغاء للجسد، الغاء لحضورها الفيزيولوجي، حتى الوجه غطوا شعرها، وصلوا الى حد انه يغطونها يعني الوجه اللي هو علامة معرفة أي إنسان. أنت الإنسان هو بوجهه، الإنسان هو كل ميزته الأساسية هي وجهه. عندما تجي تعرف إنسان ترى تنظر إلى وجهه فتعرف هذا من هو. حتى هاي الميزة الأساسية لغوها. القضية وين؟ القضية أنه هي قضية الرعاية والرعي لرجل الدين، فأنت أنه يسيطر على الناس ويدجنهم ويروضهم ويصبح الوصي الأكبر عليهم، وهو المسؤول عن كل قرار يتخذونه وكل شيء يمارسونه، هم مجرد أتباع وأطفال هو الوصي عليهم. طبعا هذا باب ضخم جدا لا أريد أدخل به. موضوع المرأة ليس موضوع الزنا، إنما من يزني بموضوع المرأة وهو هم رجال الدين أكبر زنات في هذه المسألة، زنات بالمعنى المعنوي وليس بالمعنى الفعلي. هم أزنوا بحق الإنسان، كل إنسان لديه قدر بسيط من الوعي والمنطق. كما قلت لدى المسيحية أيضا مشكلة منع استخدام الواقي الذكري حتى لو أدى للإصابة بالإيدز أو الأمراض الجنسية. هذا الأمر لا يبالي به رجال الدين، بل يؤيدونه تماما ويقولون ربما هذا كان أمر جيد، لأن هذا يعد عقاب للناس الآثمين، والنتيجة كما نعرف آلاف الأطفال المرضى، وحتى هؤلاء يعتبرون أنهم في حالة اختبار. ممكن واحد أن يسوي سيرش عن هذا الموضوع ليكتشف أشياء تفوق التصور، آلاف الناس والأطفال الذين دفعوا ثمن هذا الموقف فقط لأنهم لا يريدون تغيير أي شيء من أسس هذا الدين. وهذا يعني أنا أعتبرها مو لها علاقة بنظرية الثابت اللي أتحدث عنها، أقول هي هاي مسألة مو سببها الدين مباشرة، بس سببها أنه هذا الثابت الذي يلجأ إليه الإنسان. يقول لك أنا إذا أنا غير الثوابت مالتي راح كل شيء راح يتهدم وينكسر، لأن هاي أشياء مترابطة فيما بينها. إحنا ربما غريزيا كما قلت موضوع النار، إنه إحنا ملتزمين بثابت معين هو هذا يجمعنا معا، فعندما إحنا نتنازع عن أبسط شيء، المسألة ما تعلق بالمنطق ولا تعلق بالعلم ولا بالتجارب ولا بأي شيء، إنما تعلق بأننا يجب أن نحافظ على الثوابت وعدم التغيير، عدم مس أي شيء العلاقة بالمقدس والتغيير. هذا المبدأ كان الإنسان القديم يعتمده حتى يبقى محافظ على مبادئه ولا تتضعضع الثقة بين الأفراد تستمر الروابط القوية فيما بينهم. هذا لأنه إذا تركوا فرصة لهذا يقول شيء ذاك يقول شيء لن تتشكل الجماعة. هذا ظلت عقيدة راسخة عند الناس. وهو عندما أنت تشوف واحد يتحدث معك ويعرف أنه أكو مشاكل، أكو انعدام للمنطق، أكو انعدام للعقل، اكو اشياء لها نتائج سيئه جدا، لكن هو مو هاي قضيته. هو قضيته يقول لك احنا باقين على وضعنا كما هو، هذه الذي يجب ان ننتبه له. طبعا ممكن هذا السلوك الديني، مو ليش انا قلت انه مو موضوع ديني فقط، انما موضوع فيزيولوجي، العلاقه بالانسان، العلاقه بتاريخ الانسان، جينات الانسان، الى تفاصيل كثيره. اعتقد انه يجب ان نبحث عن هذه الثوابت الموجوده داخل العقل البشري والجينات البشرية اللي هي عمرها ملايين السنين. هذه كلها هي تراكمت ووفقا لقوانين داروين الانتقاء الطبيعي وهذا كله هو أدى إلى أن كثير من هذه السلوكيات التي نعيشها فيما بيننا والتي تؤدي إلى مشاكل خطيرة جدا. ممكن نأثر على هذا السلوك ما يشابه هذا السلوك الديني، حتى لا أتهم الدين بالكامل بهذا الموضوع، لا يعني لابد أن نكون منصفين إلى درجة ما. وممكن نأثر على هذا الظاهرة مظاهر إنسانية مثل تجارب الإدمان،
والمدمنين، عادات الشعوب التي تأبى على التغيير والتطوير، أيضا تظهر على بعض الناس، يعني ممكن أن نعتبرها ناس صعب يقلعون عن عادة معينة. مثلا أكو ناس يضعون أشياء أو يختنون النساء، أو ناس تتعود على التدخين بطريقة معينة، مجتمع بأكمله يدخن بطريقة معينة لا يستطيع تغيير هاي الحادث. أو حتى أكو مجموعات من الشباب يمارسون ألعاب بلاي ستيشن، أو مهووسين بالفرق الرياضية. هاي كلها تستند على أرضية جينية أو تطبعية أو طبيعية موجودة بطبيعة الإنسان وجيناته ومكوناته الأساسية. الأخطر من كل ما تحدث هو تدمير الدين لكل ما يتعلق بالمعرفة الجنسية والسلوك الجيني. هنا سنعثر على أكبر جرائم الدين بشاعة وانحطاطا واستهتارا بمصير الناس. شخصيا أنا عانيت من هذا كثيرا، إلى درجة أنني يعني لم أكن أعرف شيئا عن الجنس حتى حين بلغت سن المراهقة، بل أنني لم أكن أعرف كيف تتم العملية الجنسية، ولا أعرف شيئا عن العادة السرية، واستغربت أنها موضوع جنسي وتوضع تحت باب يدعى باب العادة السرية. هاي بالنسبة لي كان شيء عجيب، يعني ما كنت أتصور أنه هاي لها علاقة بهاي، يعني كنت أتصور أنه عملية طبيعية بالنسبة لي ولا لا علاقة لها بالآخرين. حتى عندما عرفت كيف تتم العملية الجنسية، يعني استمر جهلي بهذه الأمور، وكنت أتصور أنها لا تتم، يعني استمرت، يعني ما لم أتخلص من هذه القضية، إنما كنت أتصور بأنها لا يمكن أن تتم بيوم وليلة، وأنها تحتاج عمليات تمهيدية خاصة، ولكي يلتقي الرجل بالمرأة، وهذا الوقت أحيانا كنت أتصور يستغرق 6 أشهر بعد الزواج، يعني شوي شوي ينامون مع بعض، وبعد ذلك تبدي التلمس، وكنت أتصور هاي العملية يحتاج لها فترة طويلة من الزمن، يعني 6 أشهر مثلا، ولا أتخيل بأنه بالإمكان أنه الإنسان يكشف جسده للآخر. يعني في التصورات الطفولية كان عمري 13 سنة أو 14 سنة، يعني ممكن أن تتخيلون دماغ الصغير كان كيف يرسم سيناريوهات للتواصل بين الرجل والمرأة، وكيف ممكن العملية تكون مقبولة، لأن جدا حساسة، وربما يحدث شيء خطأ يفركش كل حاجة. يعني هذه كلها الأوهام والمحرمات كانت سببها أشياء اللي نسمعها من محيطنا، رغم أنه أنا كنت شوية منفتح وما كان أكو علي ضغط بالمسائل الدينية. المهم كان هؤلاء صنعوا لنا تابو، جبال من المحرمات في كل ما يتعلق بالقضايا الجنسية، واستمر عمليات المنظمة للجهل، لنشر الجهل والتجهيل بقضايا الجنس، وهذا كانت قضية متعمدة، لأنه هذا يهدد مباشرة كل القدرات العقلية والجسدية لضحاياه ويشوهها كليا المسألة. هذا ممكن أن نضع ضحايا الدين، قصدي هذا الفعل يصح أن نضعه تحت باب الجرائم الجنسية، ليس ممن يمارس الجنس بس، بل على العكس، بل لكل رجل دين أو جهة تمنع استمرار هذه الممارسات بشكل الطبيعي المتوازن المعقول والمدروس بطريقة علمية صحيحة، ولها علاقة بالحسابات، مسألة علمية صرف، لا علاقة لها بالدين ولا بالأخلاق ولا بالعادات ولا بالتقاليد، مسألة علمية صرف يتولى أمرها ناس مختصين ويعرفون، عندهم إحصاءات وعندهم أرقام وعندهم شغلهم، فلا يجوز أنه نحجب المعرفة عن الناس. وراح أتحدث عن هاي القضية الأساسية اللي واحدة من أخطر ما يرتكبه الدين بحق الناس. هذا الدين هو اللي جعل موضوع الجنس مسألة بذيئة ومخجلة وتستدعي نيل المغفرة الدينية، بل أنا أرى أنه العكس هو الصحيح. يعني ربما يقال بعض يقول أنت لا تعرف شيء، الآن الأطفال كلهم ينطقون بكلمات بذيئة ويرون كل شيء ويفهمون كل شيء. أنا أقول لا، بالعكس، هذا الكلمات البذيئة هاي بسبب التثقيف السيء وليس العكس. لو كان اكو تعامل مع هذه الكلمات بشكل عادي لما اصبحت كلمات بذيئة، ويحاول الطفل ان يقول انا اعرف هاي الكلمات ويدري بانها هي بذيئة، لو كان يعرف بانها كلمات طبيعية وعادية لما فعل هذا الشيء. هنا
تتضح واحدة من أخطر مساوئ الدين الكبرى، هي اللي تكشف جوهر الدين، وهي أنه مصدر للجهل وليس للمعرفة، والدليل أنه يمنع تداول أساسيات المعرفة البشرية بحجة أنها معرفة سيئة. هذا الطمس للحقائق والاحتيال عليها بدلا من مواجهتها يكشف جوهر آخر من جواهر الدين القاتلة، والتي هي ليست بجواهر. أنا أتوقع أنه راح يخرج بعض لسانه الطويل ويعترض على هذا القول، وأدعوه فقط إلى أن يخرج هذا اللسان الطويل على الملأ ويقول أن اكتساب المعرفة حق يجب أن يمنح للجميع من صغير الصغير إلى الكبير، بما في ذلك المعارف الجنسية. أرى أن حق الناس والشباب في هذه المعرفة، بنات وبنين وحتى أطفال، هذا أمر لا يمكن مناقشته ولا وضعه خارج النقاش أو حجبه عن الجميع. علينا بالتالي السماح بأن يقتربوا الشباب، خاصة المراهقين والمراهقات، أن يقتربوا من بعضهم ويجتمعون ويلهون ويخرجون في مهرجانات وفي المدارس معا سوية. هذا أمر لا أعتقد أمر يمكن التغافل عنه، لأنها مسألة تمس أسس المعرفة التي ندعو لها. أنه كيف ممكن أن تنشر المعرفة الجنسية أو المعرفة بشكل عام داخل بين الأطفال، وكيف تؤسس لهم شيء حقيقي وليس مزيف هو مدروس من قبل ناس مختصين يعرفون، لديهم تجاربهم ولديهم الأشياء الحذرة ولديهم الإحصاءات الكاملة. يعني كيف ممكن أن تتغلغل هذه المعرفة دون أن ينشأ تواصل واختلاط طبيعي بين الأولاد الأطفال والبنات والبنين؟ كيف ما يتحول هذا الاتصال بشكل إلى شيء طبيعي واختلاط طبيعي؟ طبعا راح يطلع واحد يقول لك أنت تدعو لهدم أخلاق المجتمع وعاداته وتقاليده. يعني أقول له نعم أنا أدعو لهدم أخلاق المجتمع وعاداته وتقاليده، يعني شنو تتخوفني؟ لا، ما لك حق أصلا حتى بالاعتراض على هذا الدعوة، لأنه هدم أخلاق هذا المجتمع وعاداته وتقاليده هي أول أساس من الأسس التي يجب أول شيء نفعله، هو هذا تدمير هذه العادات والتقاليد السيئة التي أدت بنا إلى ما نحن فيه وليس العكس. بالتالي أنا أرى بأنه الاتصال الجنسي بين الطرفين أمر لا يمكن تجنبه مهما حاولنا، وهو سيحدث عاجلا أم آجلا حتى لو كل هاي الممنوعات. لكن المشكلة هو أنه الدين ما يهتم بهاي الحقيقة، هو يهتم فقط بمصالحه، فليتشوه وعي الناس والشباب، هذا أفضل بالنسبة للدين وأهل الدين، لأن هذا راح يتحول إلى فرصة لمساومة الناس على أبسط حقوقهم الطبيعية، وهذا يؤدي بعد ذلك إلى استعباتهم أكثر وابتزازهم بألف طريقة وطريقة. كل احنا إذا دققنا بالأمور راح نعرف هاي الحقائق، لكنها لا تقال لأننا نخشى ردة الفعل علينا. الآن مضى هذا الزمن، والآن ممكن أن نضع كل شيء تحت على طاولة النقاش ونناقشه. لا يوجد محاذير ولا توجد محاذير في أي مجال من المجالات. أما يعني الدين كما قلت استثمر هذا الموضوع، ولا بأس بالنسبة، لا يبالي بقتل البنات مثلا بحجة العار، مثلا ممكن تقتل 10 أو 20، لا بأس، مو مشكلة. اللي نحتاجه من العامة ومن الناس أن يكونون أتباع لنا، وأن يكونون مجردين من شخصياتهم أو مفرغين من محتوى الخاص بهم. نحن نريد أجساد متحركة نأمرها بما ما نأمرها وتفعل ما نشاءه منها. وحتى عندما كما أقول دائما يكتبون لي تعليقات، أنا أعرف هؤلاء مفرغين من المحتوى ويرددون كلام شيوخهم وأسيادهم أو من يعبدون، لأنه لا تجد لديه كلام خاص به أو لا يتجرأ على أن يقول شيء خاص به، وإذا قال فهو قال مما سمعه ويسوي به على تعديلات وتقديم وتأخير، ويعتقد بأنه قدم شيء حقيقي. بالحقيقة هو إنسان مفرغ من المحتوى، خالي من أي شيء، يحاول أن يسير على مسطرة رجل الدين الذي يعبده. الممنوع مرغوب كما قلت. هؤلاء عندما يدمرون الناس ويدمرون الشباب ويدمرون مشاعرهم ويدمرون ذواتهم،
وحتى يدمرون حاجاتهم الأساسية، هؤلاء هذا راح تصير عملية، راح يصير عندهم عقدة نفسية، وهاي العقدة راح تحول. يعني أنت ممكن تمنع واحد عن الجنس 20 سنة، لكن الجنس موجود في دماغه، يشكل شخصيته، يتحول إلى مرض داخلي، يلتهمه ويأكل، يأكل من جرفه يوم بعد آخر، وراح يظهر بطريقة أو بأخرى بطريقة مشوهة، وراح يؤذي المجتمع، وإذا أذى المجتمع أيضا راح يكسب رجل. لاحظوا اللعبة، اللعبة المرعبة الخبيثة، إنه هو اللي يشوف هذا ما يسمع كلامنا، لا يسمع نصائحنا، يعني هو بكل الأحوال هو مستفيد، بينما أنت تشعر أن هؤلاء هم يعيشون حياة جنس. يعني هو الطفل مثلا أو مراهق يشوف الآخرين يعيشون حياة جنسية كاملة وهو لا يعرف عنها شيء، وهو وحده المحروم من حتى ذكر كلمة جنس، حتى بيعتبر عيب وعار، ويجب أن لا ينطق بهذه الكلمة ولا حتى أن يفكر بها، وربما يذهب إلى النار إذا فكر بها. يعني يعتبر حاجته الجنسية ومثل حاجته للأكل والشرب والتنفس مثلا، يعتبرها حاجة غير مشروعة. ليش؟ لأنه لازم يطيع رجل الدين. هاي جريمة كاملة بصراحة، نتائجها تصيب الإنسان في جوهر وعصب إنسانيته، وهو هذا المطلوب دينيا بالمناسبة. هذا عكس التصور، أنه هو المطلوب دينيا هو هذا، أن يصاب الإنسان في جوهر وعصب إنسانيته. يعني لابد أن نضع النقاط على الحروف، وهذا الواقع الموجود. الواقع الموجود شو يقول؟ أنت تجعل من جيل كامل من الشباب، بنات وبنين، يشعرون بأنهم مذنبين لمجرد أنهم استجابوا لغرائزهم الطبيعية، أو حاولوا أن ينفسوا عن هذه الغرائز الطبيعية بطريقة أو بأخرى، وهم عندهم الشباب والأطفال عادة عندهم رغبة بالتعلم ورغبة، لكن مو أن تستغل هاي القضية لصالحك وتحولهم إلى قطيع من الأغنام الذين يجب أن يطيعونك ويشعرون بالخطيئة في كل خطوة أو كل فكرة داخل أنفسهم. هاي جريمة كبرى أعتبرها. راح نوصل الآن إلى نكتشف بها الجوهر الثالث من جواهر الدين السيئة، وهذا أضعه تحت مفهوم أسميه تشويه الحواس. رجل الدين يرى أنه كل ما جرى تشويه الحواس الإنسان الطبيعية والطعن فيها وفي قيمتها، ارتفعت